بداية يوم جديد إن شاء الله يكون يوم يعني زاخر بالخيرات، ربنا يفتحها على كل حضراتكم وعلينا جميعا يا رب إن شاء الله. يوم جديد وحلقة جديدة وعشرة الصبح في الأهلي، وإن شاء الله كالعادة هنتكلم عن كل ما هو متعلق بالنادي الأهلي من قريب وحتى من بعيد، إلى جانب كلامنا عن فقرات مختلفة طبعا من خلال فقرات مختلفة عن الرياضات العالمية المختلفة. تابعونا وإن شاء الله تجدوا ما يسركم. صباح الفل عليكم، صباح العسل. صباح العسل عليك يا كريم، وصباح الخير والرزق، وأحلى صباح على كل الناس اللي بيتابعونا في كل مكان في العالم. ويا رب كده زي ما دايما بنحب نبدأ يكون معانا دايما يعني الشيء المحترم اللي يليق بحضراتكم اللي بنقدمه، واللي احنا دايما بنكون حريصين ان هي تبقى معلومة مهمة وجديدة في نفس الوقت. خلينا بقى ننوه كده في البداية عن الفقرات النهاردة، وقصة كده هحكيها بما ان احنا النهاردة من ضمن فقراتنا يعني هنتكلم عن التغذية، وهتكون منورانا دكتور مروة نوح استشاري التغذية، وهي يعني من الدكاترة الشباب المتمكنين جدا وعندهم احترافية حقيقي في مجالهم. دي هتبقى الفقرة الثانية. أما الفقرة الأولى بقى ففقرة حلوة قوي، وهنستضيف فيها يعني دوري الجالية السورية لكرة القدم، وضيوفنا هينورونا وهنتكلم بشكل أكثر تفصيلا. وأنا مبسوطة قوي إن زي ما احنا اتكلمنا هم مش جالية سورية، هم مش ضيوف، هم أصحاب مكان. ده اللي احنا دايما بنتكلم فيه، مصر بتستضيف كل الشعوب، إن أنت بتتكلم دول أصحاب بلد، إخواتنا. مفيش عندنا حاجة اسمها لاجئين والكلام ده كله مش عندنا ومش في ثقافتنا، وعلى مر السنين اللي فاتت ويمكن على الأرض أيضا ده واضح جدا. فهتبقى برضو فقرة حلوة جدا أكيد. واستكمالا لكلامك يعني احنا بنتكلم كمان على دولة ليها خصوصية شديدة جدا في الموروث الشعب المصري من أيام الوحدة. احنا كنا شعب واحد ودولة واحدة في وقت من الأوقات. فطبعا يعني أي حد يعني هنقول بين قوسين كده بيلجأ لمصر وبيدخل مصر آمن سالم وبيعيش فيها تمام، وبيدوب في المجتمع المصري في كتير جدا من الأحيان صعب نفرق مين المواطن ومين المقيم ومين اللي جاي. صحيح. أنا بقى عايزة أحكي كده قصة سريعة يعني يا كريم لو تسمح لي في البداية، لأن أكيد الواحد على قد ما بيقدر برضو إحنا بنحاول نتواصل مع حضراتكم عن طريق السوشيال ميديا. أي حد بيبعت حاجة لو في إيدينا إن إحنا يعني نساعد بنحاول أكيد إن إحنا نساعد. أنا في حد بعت لي، واحدة يعني بعتت لي، طبعا مش هذكر اسمها احتراما ليها، بعتت لي برايفت مسج، كانت رسالة يعني بتقول لي أنا محتاجة، بما إن أنتوا بتتكلموا عن فقرات كتيرة ليها علاقة بالتغذية، أنا محتاجة يعني حل. هي وزنها بتقول يا كريم 120 كيلو، هي فتاة لسه عندها 23 سنة، وزنها 120 كيلو، هي بتقول أنا تعبانة، بتبعت لي يعني نص رسالة تعبانة، وبتقول أنا لا عارفة أتجوز ولا عارفة أشتغل ولا عارفة أعمل أي حاجة في حياتي، فأنا عايزة حل. ليه أنا بقول المشكلة النهاردة؟ مع إن هي على فكرة بعتت لي يعني من يومين، بس لأن النهاردة إحنا معانا تغذية ومعانا فقرة كاملة، وزي كنت بقول دكتور مروة هي فعلا متمكنة جدا، فنشوف القصة دي، نشوف دكتور مروة هتقدر تحل إزاي. 120 كيلو ده رقم كبير جدا. نبتدي بيه يعني معاها بالسؤال ده ممكن أصلاً. فعلا نبدا، لان خلي بالك برضو انا معرفش ظروف البنت الماديه ايه، زي ما انا وانت كنا بنتناقش في القصه دي قبل الهوا، يعني ممكن يكون فعلا بعض الاشخاص ما عندهمش امكانيات ان هم يتابعوا مع دكاتره، ودكاتره الدايت والتغذيه وكده برضو مكلفين الى حد كبير. فابعتوا لنا على قد ما بنقدر حقيقه، يعني هنحاول احنا نوصل صوت حضراتكم، بس زي ما بنقول 120 كيلو ده اكيد شيء صعب جدا. وكمان طبعًا مش فكره يعني ان تخن او شيء، مش يعني مش بس كده شكلا مش حلو، لا هو صحيا مش كويس ابدا. هو على المفاصل وعلى العمود الفقري، وهتلاقيها مش عارفه لسه صغيره جدا. فيعني على فكره بالمناسبه اللي من حضراتكم يعني عنده مشكله سواء مشابهه لدي او حتى مختلفه نسبيا، هنتكلم بقى باستفاضه عشان ده فعلا موضوع في منتهى الاهميه واكيد هيفيد ناس كتير، فان شاء الله تابعونا في فقره التغذيه العلاجيه باذن الله. طيب تعالوا بقى ندخل بقى مع حضراتكم في موضوع حلقتنا النهارده. امبارح طبعا كلنا اكيد تابعنا من خلال كل وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ردود افعال جماهير النادي الاهلي المختلفه حول حظوظ الفريق في الفوز بالدوري. طبعا يعني في كلام كتير قوي ممكن يتقال في هذا الاطار، بس انا عايز اقول لكم ان يعني اللي انا هقوله ده مش عارف هتتفقوا معايا فيه الى اي درجه، ولكن انا من الناس اللي بتشوف ان الفريق البطل هو هيفضل فريق بطل، فاز بالدوري او ما فازش بيه، فاز بالكاس او ما فازش بيه. احنا بنتكلم على فريق بطل بالمعنى الحرفي للكلمه، ولازم كلنا يكون عندنا ثقه في هذا الامر، ثقه في انه في فريق هيفضل بطل الى النهايه سواء كسب بطوله الدوري او لا. هو بطل، بطل لانه حامل لقب دوري ابطال افريقيا بدل مره مرتين ورا بعض، وبطل للسوبر الافريقي، ده غير انه حامل لقب بطوله الدوري اخر خمس مواسم متتاليه. فالنغمة بتاعت فقدان الثقة مش لايقة على الأهلوية بشكل عام، لأن هي ابتدت تظهر شوية بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، وده يعتبر مؤشر مش إيجابي خالص لفرقتنا بطبيعة الحال. يعني ولو رجعنا بالذاكرة لورا هنفتكر ياه
عشرات قولوا مئات قولوا آلاف التحديات والصعوبات الكتير قوي اللي مرت على النادي الأهلي وتخطاها بثقة وبنجاح لا لشيء غير لكونه فريق بطل. طب أنا هقولك على حاجة يعني عشان نأكد كلامك برضو بما ممكن حد بقى يقول يعني إمتى وحصل إزاي. تعالوا نروح لموسم يا كريم 96 و97 تحديدا مثل. لما حضراتكم تتذكروا معنا وصل يعني الفارق وقتها بين الأهلي والزمالك تقريبا 13 نقطة يعني حسب أنا متذكرة، وانتهى وقتها كان الدور الأول واحتفل كمان المنافس وقتها بلقب الدوري. تقريبا كل يعني وسائل الإعلام قالت خلاص والصحف وكله تحدث أن الأهلي خلاص كده خسر الدوري. في الدور الثاني بقى كان في اجتماع واعتقدش في حد من الأهلوية نسيت، اجتماع كان شهير جدا مع المايسترو صالح سليم ولعبة الأهلي، كان موجود على اليوتيوب على فكرة عايز يعني يشوفه اهو زي ما حضراتكم احنا بنحاول نعرض وهو موجود برضو على اليوتيوب. قال ما تركزوش غير في فوز الاهلي وبس، بالنسبه للحكام قال لهم احنا خدامين الحكام، احنا دورنا في الملعب وبس. وقبل نهايه الموسم بماتشين او ثلاثه كان موعد مباراه القمه، والفارق اللي كان 13 نقطه بقى نقطه واحده بس، وكسب الاهلي 3-1 يا كريم، وبعد كده كسبنا الماتشين الباقيين واخدنا الدوري. مثلا اهو ده على سبيل المثال يا حضره، احنا بندي بس ايه حاجه من التاريخ كده بنقولها. طب بقول لك ايه، انا هزيدك من الشعر بيت. الموسم اللي قبل اللي فات يا حضرات، الاهلي كان بينافس الزمالك وبيراميدز، الدور الاول خلص وترتيب الاهلي وقتها كان في المراكز الاخيره، وسمعنا بقى كلام من عينه يعني على السوشيال ميديا لا لهبوط الاهلي وحاجات زي كده كتير، يعني في روح انهزاميه او تعالوا نسميها حرب نفسية على الفريق. مع بداية الدور الثاني ظهرت الانتفاضة الأهلوية المعهودة، مكسب ورا مكسب ورا مكسب لغاية لما وصلنا لنقطة النهاية وإحنا أبطال الدوري قبل نهاية المسابقة بمباراة القمة اللي لعبناها وكسبناها 1-0 مثلا. انا بتفق معاك، واللي خلينا نلخص هنا اللي عايزين نقوله انا وكريم يعني ان لازم يكون عندنا ثقه في الفريق يعني، واكتر من كده بمراحل كتيره جدا، حتى لا قدر الله لو احنا قلنا وما قرتش ربنا اننا نكسب بطوله يعني في اي وقت، ده لازم تعرف ان الاهلي ولازم كلنا نبقى عارفين ان الاهلي يعني ما بيستناش اكتر من شهر شهرين ويكون بطل تاني ويرجع تاني على منصه التتويج. فهي كده الكوره، ودي كره القدم زي ما احنا بنتكلم وزي ما حضراتكم برضو تابعتوا الكرة العالمية، مفيش فريق حتى ولو كان بطل لمواسم كتيرة بيفضل يعني البطل على طول. احنا ليه بنقول الكلام ده؟ احنا مش بنسبق لحاجة على فكرة، ان شاء الله احنا الدوري بتاعنا بإذن الله يا رب، احنا ده اللي بنتمناه، دي الثقة اللي عندنا. ولكن برضو لازم نبقى فاهمين ان كرة القدم مكسب وخسار، ولكن برضو احنا عندنا ثقة في فريقنا وبإذن الله نحافظ على اللقب، مش نستعي، احنا هنحافظ على اللقب بإذن الله. نروح بقى مع حضراتكم على لجنة المسابقات باتحاد الكرة اللي قررت إقامة جميع المباريات المتبقية من عمر الدوري لفريقي الأهلي والزمالك في نفس التوقيت. يلتقي الأهلي مع طلائع الجيش والزمالك مع دجلة بكرة إن شاء الله الساعة 9 مساء ضمن منافسات الأسبوع 31، وفي الأسبوع اللي بعده الأسبوع 32 سيلتقي الزمالك مع سيراميكا يوم 20 أغسطس في استاد السويس في 9 مساء، على أن يواجه الأهلي نظيره المصري بالإسكندرية في نفس التوقيت. وكمان حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة موعد مباراتي الأهلي والزمالك في الأسبوعين 33 و34 من جدول الدوري، وتقرر أن يلتقي الجونة مع الأهلي في الأسبوع 33 في تمام الساعة 9 مساء يوم 24 من أغسطس الجاري، بينما يلتقي الزمالك نظيره الإنتاج الحربي في نفس الموعد بالتحديد. وفي الجولة 34 هيلتقي الأهلي مع أسوان يوم 27 أغسطس الجاري الساعة 9 مساء، وسيواجه الزمالك نظيره البنك الأهلي في نفس الموعد. كويس جدا. خلينا بقى نروح لقائمة الأهلي الإفريقية وال 33 لاعب اللي أعلن عنهم كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي. هو أعلن القائمة اللي ضمت محمد الشناوي وعلي لطفي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، سعد سمير، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمود متولي، بدر بنون، محمد هاني، كريم ندفد، أحمد رمضان بيكم، أيمن أشرف، علي معلول، محمود وحيد، عمرو السولية، أكرم توفيق، محمد محمود، حمدي فتحي، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، ناصر ماهر، محمد شريف، جونيور أجايي، حسين الشحات، محمود كهربا، طاهر محمد طاهر، وليد سليمان، مروان محسن، صلاح محسن، والتر بوليا، أحمد نبيل كوكا، وأحمد سيد غريب. وأعتقد كده الأسامي كاملة يعني كده أعتقد هو المجموعة كلها بتاعة الأهلي. ورغم أن احنا بنتكلم على فكرة قائمة الأهلي الإفريقية تغيرت، العدد بتاعها دلوقتي بقى 40 يعني الأهلي لسه عنده 7 ممكن أن هو يضيفهم بعد كده، بس هيلعبوا في دوري المجموعات يعني هو ده الكلام، فلسه في 7 ممكن الأهلي أن هو يضيفهم، لكن ال 33 اسمه يضلوا المجموعة كلها بتاعة
بتاعت يعني الاهلي، فبالتوفيق ان شاء الله. زي ما احنا عارفين يعني اهلي والزمالك والمصري وبيراميدز بيستعدوا للسفر عشان يشاركوا في دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه، فبالتوفيق ان شاء الله. نطمن بقى على حاله حسين الشحات. الدكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق الاول لكره القدم قال ان اللاعب جاهز للمشاركه في التدريبات الجماعيه النهارده ان شاء الله وبصوره طبيعيه جدا، بعد ما كان بيشتكي من اجهاد خفيف في العضله الاماميه. وكان ادى حسين الشحات جلسه استشفائيه امبارح وتم الاطمئنان على حالته والتاكد من جاهزيته للتواجد في التدريبات. شارك حسين الشحات في مباراه الفريق امام امبي اللي طبعا فاز فيها النادي الاهلي بهدفين دون رد، وامبارح كان الفريق طبعا بالكامل عنده راحه من التدريبات، فيما يتوجه اليوم الى السويس للدخول في معسكر طبعا استعدادا لمباراه طلائع الجيش غدا ان شاء الله ضمن المنافسات الجوله ال31 من بطوله الدوري. طيب خلونا بقى ننتقل دلوقتي للكرة العالمية، وأول مرة امبارح زي ما كلنا تابعنا بيلعب بقى يا كريم نادي برشلونة بدون ميسي. شيء حزين. المرة الأولى من كام سنة يا جماعة؟ من 16 سنة. عشان كده كان بجد امبارح يعني كل الناس بتتابع هذه المباراة بشكل يعني كبير جدا. على كل حال ينتهت طبعا بنتيجة 4 أهداف لبرشلونة وهدفين للمنافس، لكن كان في بقى كده كام لقطة دي اللي احنا عايزين نتكلم عليها. اولا كريم، هتاف الجماهير اللي كان باسم ميسي طبعا. رغم ان هو مش موجود طبعا. رغم رحيله عن النادي، لكن احنا بنتكلم ان الجماهير هي اللي خليته حاضر في اول مباريات الموسم ضد ريال سويداد بعد ان نادت على اسمه، كان في الدقيقه 10 تحديدا ونادوا باسمه التيشيرت بتاعه. يعني حاجه كانت اعتقد برضو ملفته للنظر طبعا. بشكل كبير. ميسي هيفضل الجزء الاكبر من تاريخ يعني برشلونه، بنتكلم من بدايه الالفيه الجديده لغايه رحيله، يعني ده شيء اكيد. وكمان بس يعني في حاجه كانت ملفته للنظر برضو من التعليقات اللي انا تبعتها امبارح، البعض كان بيقول لك مش معنى ان برضو ميسي مشي يعني خلاص برشلونه انتهى، الا وكان بقى ساعتها برضو رونالدو لما يمشي يعني نهايه ريال مدريد، ولما يمشي برضو مارادونا يبقى كده احنا بنتكلم ان نابولي خلاص انتهى يعني. فلا اكيد لا، بس برضو في ارتباط بيكون كبير جدا يعني بالاسامي الكبيره اللي بتكون في النوادي واللي هي بتاثر بشكل كبير كمان على مسيرتها. فدي كانت لقطه امبارح ملفته للنظر، واعتقد كانت حاجه اكيد اسعدت ميسي يعني، فسواء في نادي باريس سان جيرمان برضو الجمهور اللي هتف باسمه، او هنا على الصعيد الثاني في برشلونه اللي الجمهور هتف باسمه. هنروح بعيد ليه، تعال نروح للصحافه العالميه على فكره، انا وانت جهزنا كذا جريده. بس ايه يا فندم، انا كنت عايز نسيت كنت عايز اقول حاجه وشكلها كانت حاجه مهمه والله، بس وقعت سقطت مني وانا طيب حاول تفتكر معايا. افتكرت هتاف جماهير برشلونه في غياب ميسي، طبعا اكيد شيء برضو اكيد الى جانب ان هو بيثير الشجن، لكن يسعد ميسي زي ما انت بتقولي. بس خلي بالك يعني برحيل كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد الدنيا اتقلبت في كره القدم، اتقلبت بشكل كبير طبعاً. جدا طبعاً. ولكن اللي حصل مع ميسي اكبر بكتير، الدنيا اتقلبت جدا قوي خالص بالمقارنه بكريستيانو رونالدو. واكيد الجمهورين اتهزوا، جمهور ريال مدريد برحيل كريستيانو رونالدو اكيد اتهز هزه مش سهله، وفقد كتير جدا من شغفه في المتابعه طبعا. ونفس الكلام على جمهور برشلونه. اكيد طبعا اتفق معاك جدا، ويمكن ده اللي الصحف كمان تحدثت بشانه. يعني خلينا نروح لفرانس 24 بيتحدث المانشيت ان ميسي جيتس هيوج اوفيشن فروم باريس سان جيرمان سبورترز اهيد اوف فرنش ليج جيم. يعني تلقى ميسي ترحيب كبير جدا من الجماهير، ده كان قبل المباراه او مباراه الدوري الفرنسي. فتخيل انت لسه نادي رايح له ولسه ما لعبتش، ويعني في هتاف كبير جدا بتحصل عليه، فاكيد ده بيأكد ان هو نجم واسم كبير جدا في عالم كره القدم. خلينا نروح لبي سوكر كمان بيتكلم، بارسا's first squad list without Messi and with Depay، قائمة الفريق الأول لبرشلونة من دون ميسي وبوجود ديباي. ديباي طبعا هو لاعب محترف كرة قدم، هو هولندي ومهاجم حاليا في برشلونة زي ما حضراتكم أكيد عارفين. تعالى بقى كريم نروح لسبورت كافيه، برضو العنوان بيتحدث ومش بعيد عن اللي بنتكلم فيه. If Barcelona play collectively we can achieve lot without Lionel Messi believes Sergino Dest. طبعا برضو سيرجينو ديست هو لاعب أمريكي محترف جدا ومن الأسماء الكبيرة في برشلونة، هو بيتحدث يعني لو برشلونة يا كريم لعب بشكل جماعي يمكن أن يحقق الكثير دون ميسي. ترى رأيك إيه في التصريح ده برضو؟
بص فريق كبير طبعا حاسه مش عارفه. لا فريق كبير وعنده امكانيات وعنده لعيبه موهوبه وعندها مهارات والى اخره. مع ميسي برده ما كانش بيلعب لوحده في نهايه المطاف، لكن انت عندك جزء كبير جدا من قوتك الضاربه كل سنه وانت طيبه. احنا بنتكلم على احسن لاعب في العالم، لما فريق يفقد احسن لاعب في العالم اكيد ده هيبقى له انعكاسات سلبيه، بس ادينا هنستنى ونشوف الدنيا هتاخدنا فين. وتصريح زي ده يبقى برده من لاعب محترف كبير امريكي في برشلونه حاليا برده ده يعني شويه غريب. على كل حال سبورتس ماكس برضو بيتحدث المانشيت: برشلونه to begin life without Messi extraordinary opta data emphasizes just how much of a mess he will be. يعني بيتكلم ان برشلونه هيبدا الحياه دون ميسي، وبيانات كتيره جدا غير عاديه واعتياديه بتؤكد ده. يعني حتى هنا في المانشيت اللي حضراتكم شايفين هو بيتكلم ان مثلا ميسي في خلال 2020 2021 سجل 30 هدف، وبالارقام بقى على مدار السنين من 2016 لغايه 2021، فارقام اعتقد برضو تعتبر في كره القدم عظيمه جدا، يعني مش بس قليله. لا وارقام حطمت اساطير سابقه طبعًا. زي بيليه وحاجات زي كده يعني لعيب استثنائي جدا. اخيرا بقى اللي كنا بنتكلم بشانه في اللي هو جمهور باريس سان جيرمان، بيتحدث برضو هنا ذا انديان اكسبريس بيتكلم عن ده، لان كانت لقطه هي فكره في ايه، ان انت لما بتيجي تشوف الصحف العالميه بتتكلم في ايه. الصحف العالميه لما بتجتمع على حاجه او على حدث، هي بتجتمع على حاجه لفتت انتباه الملايين في كل انحاء العالم من عشاق كره القدم. يعني فاللي كنا بنقوله لحضراتكم انا وكريم من شويه، فكره ان هنا الفرنش ليج سيزون الاوبنر اللي هو الافتتاح يعني الموسم الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان فانز تشير اون ميسي بيفور الوين بتاعهم او الفوز بتاع الـ4-2، مشجعين بيهتفوا باسم ميسي وهو لسه ما كانش يعني بيلعب. فدي برضو حاجه محترمه جدا ليه، يعني حتى تضاف ليه في تاريخه. ولكن بقى في حاجه برضو كانت على السوشيال ميديا اتكلمنا عنها امبارح بسرعه، وهي هل هيحدث، ده سؤال بقى، هل هيحدث احتقان ما بين جماهير برشلونه وجماهير باريس سان جيرمان؟ لان احنا كنا بنقول كان في تويتات برضو معموله اللي هو جماهير برشلونه حاسين كان باريس سان جيرمان خطف منهم يعني ميسي. ف هو مش حاسين، هو حصل بالفعل، هو خطف فعلا منهم ميسي. وبعدين فكره ان الفريقين هيلتقوا، ما هم اكيد هيلتقوا تحت اي ظروف في يوم من الايام هيلتقوا، فهيكون الوضع عامل ازاي بالنسبه للجمهورين، وهيكون الوضع عامل ازاي بالنسبه لميسي شخصيا. يعني هو ده هيبان، واللي هيبان اكتر زي ما كنا عرضنا لحضراتكم تقريبا اول امبارح، لما امبارح مش فاكره، لما كنا بنتكلم ازاي برشلونه بعد ميسي هيكون عنده خساير معرفش بقى بالمليارات كمان، ممكن تكون مش بس بالملايين. فاحنا عرضنا لحضراتكم كم وكل شق ليه علاقه ب يعني دعايه معينه، تذاكر معينه، تيشرتات كانت بتباع باسم ميسي، حاجات كتيره جدا يعني بجد ارقام فلكيه هيتم خسارتها اثر رحيل ميسي عن برشلونه. فبرضه ده عايزين يشوفوا ازاي هيتم تعويضه من قبل برشلونه، اكيد هيبقى عندهم خطه مفروض. الارقام دي كلها رايحه زي ما هي على باريس سان جيرمان، يعني على ذكر القميص بتاعه، يعني سواء الستورز المختلفه التابعه للفريق لما ابتدت تعرض يعني لا انا بكلمك على طوابير الناس اللي قاعده، يعني ممكن تكون مقضيه يوم بالكامل عشان بس تروح تشتري من ستور التيشيرت الخاصه بيه، ناهيكي عن اللي اتباع اونلاين. كل ده ايه؟ بمجرد الاعلان على انتقاله رسميا، فمكاسب خياليه رايحه لباريس سان جيرمان. هو بقى رقم 30 تقريبا في باريس سان جيرمان. يعني بصي في كذا رقم اتقال في هذا الاطار على كل الاحوال تعالوا بقى نروح مع حضراتكم دلوقتي للدوري الفرنسي، ولقطه مختلفه جدا، هدف يعتبر هو الاسرع على الاطلاق سجله اللاعب التونسي وهبي خزري نجم سانت اتيان الفرنسي، احد اسرع الاهداف في تاريخ الدوري الفرنسي الممتاز لكره القدم على الاطلاق. كان في مباراه بين فريقه سانت اتيان ومضيفه لانس، افتتح خزري باب التسجيل بعد قد ايه بقى يا حضرات؟ بعد 19 ثانية فقط من انطلاق اللقاء اللي انتهى بالتعادل 2-2، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة. ده واحد يمكن يبقى من اسرع الاهداف في التاريخ. ده يعني ليش بنقول بسم الله الرحيم يعني. لا بس هي دي بقى الكرة الممتعة طبعا، يعني طبعا. حلو ده كده يشد الجماهير من الثواني الأولى بقى، مش هنقول من الدقايق الأولى. صحيح.
خلينا نروح بعد كده لماتش اخر وكره عالميه برضو، وما زلنا في هذا الملف. وماتش كان مهم امبارح، توتنهام اللي فاز على مانشستر سيتي بهدف، وده ضمن الجوله الاولى في منافسات الدوري الانجليزي. ممتاز. طيب البدايه كانت غير متوقعه خالص، خلينا نقول امام بطل البريميوم ليج. الهزيمه دي كان شكلها اعتقد وحش جدا بالنسبه يعني لمانشستر سيتي، وجوارديولا تحديدا المدير الفني اللي طلع وصرح ان فريقه هيحتاج بعض الوقت لاستعاده لياقته وجودته بشكل كامل، واشار هناك الى ان لاعبه الجديد جاك بريليتش قدم مباراة مميزة، وده اللاعب اللي كان سبب في تصريحات بقى يا كريم صحيفة مثيرة اليومين اللي فاتوا دي. كان في تصريح بعد ضم اللاعب بتكلفة هنا 100 مليون يورو، كانوا مستغربين هذه الأرقام اللي بتدفع. طيب على الصعيد الثاني جوارديولا رد، قال إيه؟ رد على كل الكلام اللي اتقال ده، واتكلم تحديدا لصحيفة الديلي ميل البريطانية، وقال مالكوا النادي، يعني مالكوا النادي لا يريدون تحقيق أي فوائد لأنفسهم، لذا فهم يستثمرون في النادي ونحن نستثمر ما يمكننا استثماره. وأضاف بقى الجملة الشهيرة: لدينا حدود للعب المالي النظيف، وإذا لم يقتنع الآخرون بإنفاق سيتي فيمكنهم الذهاب إلى المحكمة أو الإدلاء ببيان. فكرة بقى هنا الجملة دي يمكنهم الذهاب إلى المحكمة، هي دي اللي انتشرت بشكل كبير جدا جدا على يعني السوشيال ميديا. وهو أضاف كمان: احنا اشترينا جريليتش لأننا بعنا لاعبين بمقابل 60 مليون جنيه استرليني، لذا فقد أنفقنا في النهاية فقط 40 مليون جنيه استرليني، ونحن نتبع القواعد، وفي نادينا لا يريد الملاك خسارة المال بكل تأكيد، لكنهم يريدون الإنفاق أيضا، لذلك يمكننا القيام بذلك. يعني ده برضو كان يعني كده زي ما يتقال موضوع أو توبيك مثير على السوشيال ميديا. وفي الأول وفي الآخر يتفق أو يختلف الناس، وجوارديولا كمدير فني برضو مع ملاك يعني الفريق مانشستر سيتي، وما برضو لهم في الأول وفي الآخر حرية التصرف في الأموال. يعني برضو غريبة شوية أن حد يطلع ينتقد، دي وجهة نظر يعني. لا، وجملة فليذهبوا إلى المحكمة تحسيها صياغة شيك ليضربوا راسهم في الحيط يعني. أنا استقبلتها كده، كان إحساسي تجاه الجملة كده. طيب هنروح بقى مع حضراتكم على خبر حزين هذه المرة عن أسطورة من أساطير كرة القدم الألمانية جيرد مولر، أسطورة بايرن ميونخ والمنتخب الألماني اللي رحل عن عالمنا بالأمس عن عمر يناهز 75 سنة. يعتبر مولر واحد من أعظم الهدافين اللي أنجبتهم ملاعب الكرة على مدار تاريخها. نعى بايرن ميونخ طبعا نجمه السابق في بيان على موقعه الرسمي، قال فيه: ينعي النادي الأسطورة جيرد مولر الذي وفاته المنية صباح الأحد عن عمر يناهز 75 عاما. وعايزين نقول لحضراتكم ان بالمناسبه مولر ده مش مجرد يعني لاعب استثنائي وخلاص، ده واحد صنع التاريخ مع بايرن ميونخ ومع منتخب المانيا. سجل 566 هدف في 607 مباراه رسميه، ولا يزال يحمل الرقم القياسي لاكبر عدد من الاهداف المسجله في الدوري الالماني ب 365 هدف. ده كله فضلا عن كونه هداف للبطوله 7 مرات، وكمان سجل 68 هدف في 62 مباراه مع منتخب المانيا. انضم مولر الى بايرن ميونخ في صيف 1964 وفاز معاه بكاس الانتركونتيننتال وثلاث كؤوس لدوري الابطال وكاس الكؤوس الاوروبيه مره واحده. وكان مولر بطل الدوري الالماني 4 مرات ومثلها في كاس المانيا، كما فاز مع المنتخب الوطني ببطوله اوروبا سنة 72 وكأس العالم سنة 74، وسجل هدف الفوز في المباراة النهائية في ميونخ ضد هولندا. كمان النادي الأهلي هو الآخر نعى بالأمس وفاة مولر وقدم العزاء لكل محبيه ولكل عشاقه. تمام، خلينا بقى ننتقل مع حضراتكم بعد كده للأنشطة الشبابية والرياضية في مصر، اللي حقيقي في الفترة الأخيرة يعني أصبحت لا تنتهي وفي غاية الأهمية، وبتقدم كل يوم حاجة فعلا جديدة. كل يوم يكون عندنا فعاليات واحتفاليات باليوم العالمي، وكمان بأكتر من حدث: اليوم العالمي للشباب، اليوم العالمي للألعاب التقليدية، اليوم العالمي للألعاب التراثية. الأنشطة يعني دي بتخلينا نشوف إن كل الأعمار بتستمتع بالمشاركة، مفيش فعالية مثلا واحدة بتقتصر على فئة عمرية معينة، لا، الكل ليه فعاليات وكل ليه يعني مشاركات مختلفة تقدر ان هي من خلالها تستمتع، تقدر من خلالها ان انت تمارس رياضة او غيره. فخلينا نروح نشوف التقرير ده عن تنظيم الاتحاد العام للرياضة للجميع مع اليونسكو احتفال بالألعاب هنا التراثية والشعبية، ودي بجد حاجة جميلة جدا. ونرجع نكمل. موضوع
الرياضه للجميع هو فلسفه حياه، يمكن ده اللي بينادي بيه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان موضوع الرياضه امن قومي. انما النهارده احنا مع شراكه مع اليونسكو، احد منظمات الامم المتحده المعنيه بالثقافه والعلوم ومنها الرياضه، فبنعمل اليوم العالمي او بنحتفل باليوم العالمي للالعاب التقليديه والشعبيه، واحنا شايفين المشاركين معانا بيعملوا كل الالعاب دي. دي بتفسر ازاي ممكن نعمل بعض الالعاب اللي ممكن جدا تساهم في بناء الاجسام او تساعد على ممارسه الرياضه دون الدخول في بعض التفاصيل الخاصه بالقوانين الالعاب المركبه. احنا مستضيفين الحدث مع اتحاد الرياضه للجميع. حضرتك شايفه ان احنا الفتره اللي فاتت لسه مخلصين الاولمبيكس، وكان فيه اهتمام كبير جدا من الدوله ومن المشاهدين ومن الجمهور بالنسبه لحدث زي الحدث الاولمبيات الفتره اللي فاتت. فاحنا عندنا الرياضه مفروض جزء لا يتجزا من طبيعتنا كشعب، ومفروض ان احنا عشان ننمي الفرد لازم نهتم بالرياضه. فاحنا مفروض كمنظومه كمدينه شبابيه ورياضيه بالاسمرات مفروض نهتم بالرياضه. فعشان كده كان جات لنا الفكره بتاعت ان احنا نستضيف الحدث مع اتحاد الرياضه للجميع. ليه اهميه قصوى بالنسبه للناس عشان خاطر ننشر الفكره نفسها. اهميه الحدث اولا احنا بنعرف اكتر، يعني بنحيي اللعيبه بتاعتنا اللي هم طبعا حاسس قوي ان انا في اغلبيه الانشطه الرياضيه ان يبقى في عندنا ابطال وصلت للاولمبياد. ده حدث هايل ان احنا نعمل على شرفه اللقاء زي دوت، وان احنا نعمل ممارسه رياضيه بردك، عشان احنا بردك بنقول احنا عندنا ابطال وناس كويسه جدا. يوم جميل وكلنا الحمد لله جينا بالمعاد ومارسنا الرياضه ومارسنا كذا لعبه في الرياضه، واحنا كنا بنمارس اسم كان نادي مانيو عرب. الحمد لله زي الفل اهو، مشرفين المهرجان الرياضه جميعا ومع الدكتور علاء والدكتوره نجلاء، يعني اليوم ماشي جميل اهو. مارسنا كره القدم، كره طايره، لياقه بدنيه، مشينا في التراك برضو، ودي جمال الانشطه اللي احنا عملناها النهارده، وكان يعني يوم جميل جدا ومبسوطين جدا صراحه. يعني حاجه تفرح جدا جدا جدا، احسن حاجه يعتبر في مصر دلوقتي الرياضه. النشاط الرياضي دلوقتي مهم جدا بالنسبه للامراض والاوبئه اللي موجوده بالنسبه للشباب. حلو قوي، يعني بجد هنرجع نقول تاني المبادرات اللي زي دي. وفي نفس الوقت كلام الرجل الأخيرة عجبتني جدا، المشارك الأخير بيتكلم ان هي بتخلص الرياضة، بتخلص البني أدمين من الضغوطات وبتحسن الحالة المزاجية وغيره وغيره. على فكرة ده مش كلام وخلاص، دي حقيقة. يعني لو حد تعود بس يروح الجيم أو يمارس رياضة شهر هيلاقي نفسه تعود بعد كده، هيلاقي نفسه خلاص المود بتاعه بيتزبط لما بيروح يمارس رياضة. فالموضوع والله مش صعب، بس فعلا الرياضة ليها سحر، يعني دي حقيقة. لأن كمان صحتك بتتحسن، شكلك بيتحسن، مزاجك بيتحسن، بتحس أن أنت بتشوف إنتاج أنت بتعمله. عارف لما البني آدم يحس أنه بيعمل تغيير على أرض الواقع، أنت بقى بتعمل التغيير ده على شكلك وعلى صحتك وبيبان. فبتهيالي ما فيش اي شيء يعني سلبي في فكره ان الواحد يمارس رياضه او يواظب كمان عليها زي ما كنا بنتكلم. وعلى النفسيه يعني كمان وعلى النفسيه الواحد بيكون اكثر هدوءا، الثقه بالنفس بتزداد. صحيح. الرؤيه للحياه بشكل عام بتختلف كتير. انا بتفق معاك جدا. انا عن تجربه بقى للمره الاولى في حياتي، يعني على يدك، يعني كل اللي انت بتتكلمي فيه كان بالنسبه لي خيال علمي في اوقات سابقه، او انه يعني ماشي ده كلام راكور بيتقال. صح. في الظروف دي لما نيجي نتكلم عن اهميه الرياضه، لا ده الكلام ده كله مظبوط مليون في الميه. صح. الاستسلام اوحش حاجه. طبعا. ويمكن الكيس اللي احنا اتكلمنا عنها في بدايه الحلقه اللي هي الفتاه يعني اللي بعتت اللي بتقول لي ان وزنها 120 كيلو، تاني هرجع اقول هو الموضوع كله استسلام. يعني انا ممكن اسيب نفسي واستسلم لوضع ممكن يكون وضع مش كويس انا اتحطيت فيه، مش مشكله، بس استسلامي هو اللي هيخلي الوضع ده يستمر معايا لفتره طويله. انا اللي بقرر امتى الوضع ده يتغير او ينتهي. لازم يكون عندك اراده، لازم تقرري انا مش عايز افضل 120 كيلو، انا مش عايز افضل متكاسل ما بمارس رياضه، انا مش عايز صحتي، مش عايز ركبتي تبقى مش عارفه تشيلني، حاجات زي كده بنشوفها كتيره جدا. فلازم الموضوع، بص اي حاجه بتبدا انا ده مؤمنه بيه، بقرار، قرر انا هعمل كذا وخش بقى في الطريق، لكن هنقعد نستسلم ده اكيد ما اعتقدش هيوصلنا لحاجه. ساعات بس يا نهاوند في بعض الاحيان بيبقى في قصص، يمكن في حالات فرديه، ان القرار موجود بس موقود جوه الشخص لان كل الظروف اللي حواليك مش مساعده. يعني هنفترض مثلا ان انت عندك نفس المشكله، تمام، لازم هيكون في مرحله من المراحل لازم تعرضي نفسك على طبيب. زي ما انت كنت بتقولي من شويه، في بعض الاحيان بيبقى في ناس معهاش حق الكشف. صح. فهي الرغبه موجوده والقرار نفس يعني نفسهم يتاخد. بس طب ممكن ارد عليك بقى؟ ردي عليك. طيب
هنيجي ندي مثال صغير جدا بفقره كانت معانا امبارح، الابطال البارالمبيين واصحاب اللي هم ذوي القدرات الخاصه طبعا. لما تيجي تقعد تفكر كده مع نفسك، تقعد تقول اصل انا مش قادر انزل اروح الجيم، اصل انا تخين ومش عارف اخس، تعالى بص طبعا. بقى للنماذج دي اللي بيتحدوا كل حاجه، يعني بيتحدوا كل حاجه، بيقول لك انا مش فارق معايا اي ظروف، انا عايز كذا، فتيجي بقى تتكسف ولا لا؟ لا ده واي كسوف واي كسوف. فيعني انا بقول لك هي قرار، هي قرار طبعا، ربنا بيعوض حاجه يعني بحاجه. يعني سبحان الله. اتفضل. والله اخبارنا ما انتهتش، احنا اخبارنا ما انتهتش، احنا غايه ما هنالك هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم سلسله اخبارنا واللي اغلبها هيكون متعلق بالرياضات العالميه. اتفضل. طيب نرحب بيكم مره ثانيه، وخلينا دلوقتي نروح لمراسلتنا العزيزه هنا ابو القاسم من فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد، ومعها لقاء مع سياده اللواء خالد عبد الرحمن مدير فرع النادي الاهلي في الشيخ زايد. هيتم الحديث مفروض عن الانشاءات داخل الفرع والاكاديميات والخدمات المقدمه لاعضاء الجمعيه كمان العموميه. هنا بنصبح عليكي انا وكريم، واكيد بنصبح على سياده اللواء وسامعينك، اتفضلي. يا صباح الخير عليكم يا نهواندو ويا كريم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي وفقرة أخبار النادي، لكن النهاردة هتكون مختلفة، يعني زي ما أنت قلت يا نهواندو هيكون معانا لقاء مع سيادة اللواء خالد عبد الرحمن مدير فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد. طبعا في البداية برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي، وعايزة حضرتك تكلمنا عن الطفرة الإنشائية الغير مسبوقة الحقيقة داخل فرع الشيخ زايد. صباح الخير عليكم جميعا وعلى جمهورنا العظيم. أول حاجة بالنسبة للإنشاءات بالنسبة لفرع الشيخ زايد، إحنا الحمد لله مجلس الإدارة مهتم جدا بالشيخ زايد والإدارة التنفيذية بتاعت النادي، كلهم طبعا حاطين في فرع الشيخ زايد في أهمية اللقاءات. عندنا صالة السكواش ومعها تنس الطاولة، ودي بتشمل 8 ملاعب سكواش على أعلى مستوى. عندنا صالة تنس طاولة بتسع 6 ترابيزات، ودي طبعا حاجة جديدة بالنسبة للنادي الفرع هنا، دي من الأنشطة الجديدة اللي موجودة في النادي. في صالة الكاراتيه 2 دور في 2 طابق، الطابق الاولاني فيه 3 بساط يعني 6 ملاعب، 3 فوق و3 تحت. طبعا اي صاله من الصالات اللي موجوده بيبقى مشتمل فيها المكاتب الاداريه بتاعتها، اوض اللبس بتاعتها، ال دبليو سي بتاعها بتاع اوض تغيير الملابس للاعضاء وكده. الصاله الثالثه اللي هي الجمباز، ودي بساط كامل باحدث الاجهزه واعلى مستوى. طبعا بتشمل المنطقه دي بتشمل 3 اماكن لجلوس الاعضاء، اول واحده قدام صاله الكاراتيه، وتاني واحده عند صاله الجمباز، وبين الثلاث صالات في مساحه كبيره تقريبا 1100 متر، دي منطقه جلوس، وفي 4 منافذ مشروبات وماكولات بتخدم المنطقه دي كلها. ده بالنسبه لمنطقه مجمع الصالات اللي هناك اللي موجود الجديد، اللي ان شاء الله في القريب العاجل هيتفتح باذن الله. يمكن كمان كان تم افتتاح مجمع للبنوك منذ فتره، ويمكن دي كانت خدمه مميزه جدا لاعضاء الشيخ زايد. احنا عندنا الحمد لله يعني مجلس الاداره كان مقرر اللي هو يفتحوا مجمع البنوك، وعندنا 3 بنوك موجودين مختلفين، الاهلي وبنك القاهره وبنك مصر، ودي بتخدم الاعضاء في النادي الاهلي واعضاء نادي الجمعيه العموميه. بتشمل اللي هي كمان عندنا بتوفر لنا اللي احنا بتبدا من 10 الصبح لغايه 6 المغرب، ودي هي حاجه طبعا بتخدم الاعضاء على مستوى اليوم كامل، ممكن حد بيخلص شغله وبيجي يكمل حاجاته في النادي. والمنطقه كمان بتاعت شيخ زايد بيجوا برضو يستخدموا البنوك وكده. برضو عايزين حضرتك تكلمنا بقى عن الاكاديميات داخل فرع الشيخ زايد، يعني يمكن فرع الشيخ زايد مهتم بالاكاديميات الالعاب الاخرى بجانب طبعا كره القدم. عندنا طبعا من اهم الاكاديميات اللي عندنا اكاديميه كره القدم اللي موجوده عندنا هنا، ودي خدمه للاعضاء بتوع النادي الاهلي، وعندنا اكاديميه السباحه على اعلى مستوى وبتاهل وبتطلع ابطال جامدين بناخدهم في الفرق الاساسيه
في الجزيرة، عندنا أكاديمية الطايرة والباسكت والهاندبول والتنس الأرضي، في كمان فريق الباليه بتاعنا من أعلى المستويات اللي موجود عندنا، بالصالة بتاعته موجودة يعني، ويمكن بيشتركوا في حاجات كتير قوي، حفلات كده، ويبقى كله طبعا نشاط الباليه اللي هو موجود في الجزيرة وفي مدينة نصر. يعني يمكن سيادة اللواء كمان الهدف الأساسي عند مجلس إدارة النادي الأهلي وخدمة الأعضاء، ويمكن ده بنشوفه كمان من خلال الأنشطة اللي بتقدم للأعضاء. ممكن حضرتك تكلمنا عن الأنشطة اللي هتكون طبعا مقدمة من لجان النادي داخل الشيخ زايد الفترة الجاية؟ اهتمام مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية واللجان العليا بتاعت النادي بفرع الشيخ زايد على طول ما بيسيبوناش، يعني احنا كان لسه عندنا خميس وجمعه وسبت الاوبن داي بتاع لخدمه الاعضاء من اعضاء النادي، كان عندنا سباق الدرجات لسه كان من 15 او 20 يوم، عندنا سباق ماراثون خلال الاسبوعين اللي جايين دولت، هيبقى في سباق ماراثون لاعضاء الشيخ زايد، غير الندوات اللي موجودة على طول، الاهتمام بصالة كبيرة للمباريات، وعندنا خمس أماكن الأعضاء كلهم بيتفرجوا على الشاشات من خلالها على المباريات النادي الأهلي. مجلس الإدارة ما بيأخرش أي إمكانيات ولا الإدارة التنفيذية في خدمة الشيخ زايد على المستوى يعني على مستوى النادي كله. بشكر حضرتك جدا طبعا سيادة اللواء. مع الشكر وأهلا بيكم في بيتكم الشيخ زايد. يعني أنا هوندو يا كريم، ده كان لقائي مع اللواء خالد عبد الرحمن مدير فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد. العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. نشكرك جدا جدا على هذا اللقاء يا هنا، واكيد بنشكر سيادة اللواء، وحلو جدا ان احنا دايما كمان نعرض لحضراتكم يعني كل ما يتم من تجديدات وتطوير على ارض الواقع، وتشوفوها كمان يعني بالصوت والصورة، لان في ناس كتير ممكن تكون يا كريم مثلا ما بتروحش تزور فرع من فروع النادي الاهلي بشكل يعني دائم، فحلو ان احنا ننقل لحضراتكم ما يتم من تطوير واهتمام يعني على ارض الواقع وخدمات اكيد لكل الجمهور، فشيء محترم جدا، وكل يوم هنحاول احنا نعرض يعني حضراتكم شكل جديد وتطوير جديد في اي فرع من فروع النادي. شكرا ليكي مره ثانيه يا هن. ودلوقتي هنروح مع حضراتكم على مقر موقع يلا كوره مع زميلتنا العزيزه مريم سميح اللي هنتابع معها اهم الاخبار الرياضيه في كافه الصحف والمواقع، والجدير بالذكر هيكون ليها لقاء مع الاستاذ ايمن جلبرتو مدير تحرير موقع يلا كوره. مريم صباح الفل عليكي، وصبحنا على الاستاذ ايمن، اتفضلي. صباح الخير عليك يا كريم، صباح الخير عليك يا نهواند، وبصبح طبعا على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد، جولة صحفية جديدة من داخل موقع يلا كورة، هيكون معانا عدة عناوين طبعا هنتناقش فيها في خلال جولتنا الصحفية مع الأستاذ أيمن جلبرتو مدير تحرير بموقع يلا كورة. ولكن في البداية خلينا نفكر مشاهدينا بمواعيد مباريات اليوم وأبرز مباريات اليوم في الدوري المصري. البداية طبعا مع الجونة وبيراميدز في تمام الساعة 7 مساء، كمان أسوان مع المقاولين العرب في تمام الساعة 7 مساء، وأخيرا المصري وسموحة في تمام الساعة 9 مساء. أبرز العناوين اللي هتكون معنا النهاردة، العنوان الأول من روسيا اليوم، محمد صلاح يرتدي إشارة قيادة منتخب مصر أمام أنجولا والجابون، ومن اليوم السابع أغلى 10 صفقات في تاريخ مانشستر يونايتد، فاران ينضم للقائمة، ومن صحيفة الشرق الأوسط أنشيلوتي يكيل المديح لبنزيما بعد قيادته ريال إلى انتصار أول في الدوري الإسباني. والعنوان الأخير اللي هيكون معنا النهاردة في جولتنا الصحفية من الجمهورية أونلاين، فيدرر يخضع لجراحة جديدة تبعده عن الملاعب لفترة طويلة. طبعا هنتناقش في كل هذه العناوين مع ضيفنا العزيز أيمن جلبرت مدير تحرير بموقع يلا كورة. طبعا بصبح عليك أيمن في البداية، منورنا ومشرفنا على شاشة قناة النادي الأهلي. يمكن عايزين نبدأ بمحمد صلاح، خلاص يعني الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام البدري حسم الأمور، وأصبح يعني إشارة المنتخب رسميا لمحمد صلاح بعد ما كانت أو كان يعني محمد صلاح يرتدي هذه الإشارة بشكل غير رسمي، وهتكون يعني معاه في أنجولا والجابون ضمن مباريات الجولة الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.
اهلا بيكم طبعا قناة النادي الاهلي، بنصبح على كريم ونهاوند. طبعا ده كان من اهم الملفات المثيرة للجدل في فترة تولي كابتن حسام البدري الادارة الفنية لمنتخب مصر، موضوع شارة القيادة. حتى صحف العالم نفسها كانت بتتداول الامر، وكان يعني موضوع عامل ازمة كبيرة اعلاميا. تم حسمه الحمد لله بشكل رسمي من خلال القرار اللي اعلنه الجهاز الفني للمنتخب، ان بالتنسيق مع اللاعبين تم خلاص ان الشارة مش هنبقى بنظام الأقدمية، هي الشارة حاليا هتبقى لمحمد صلاح. اعتقد يعني ان لو محمد صلاح مش موجود في الملعب ستعود لنظام الأقدمية، مين الأقدم في الملعب، ولكن محمد صلاح واحد من طبعا من أهم اللاعبين في تاريخ مصر، إن لم يكن هو الأهم طبعا بسبب النجاحات اللي هو بيعملها في أوروبا والأرقام القياسية اللي وصلها في إنجلترا وفي العالم، واحد من التوب 5 في العالم. بالتأكيد إن هو لما يبقى حامل شارة قيادة منتخب مصر دي حاجة بتزيده هو يعني برستيج وكده وسط اللاعبين في العالم زي كريستيانو وميسي وكل النجوم اللي هم الكباتن بتوع المنتخبات، فدي طبعا هتبقى حاجه كويسه بالنسبه لمحمد صلاح، وبالتاكيد برضو حاجه كويسه لمنتخب مصر والروح اللي ما بين اللاعبين، ان هم ما فيش اي مشاكل، هم كلهم جيل واحد. لو بنظام الاقدميه يعني هي الموضوع ماتش او ماتشين اللي فارق ما بينهم كلهم، فدي حاجه كويسه. وبنتمنى الاهم بقى ان المنتخب في مباراتين انجولا والجابون يحقق المكسب اللي هو يريحه في التصفيات. يعني العنوان الثاني طبعا معانا بعد رسميا ما تم التعاقد مع المدافع الفرنسي رافائيل فاران من قبل طبعا مانشستر يونايتد بعد ما يقرب من 10 سنوات قضاها رافان في ريال مدريد. يمكن الصفقه وفقا لصحيفة دسان بقت تحتل المركز العاشر في قائمة أعلى صفقات مانشستر يونايتد بشكل عام على مدار التاريخ، 42 مليون جنيه استرليني بما يعادل 50 مليون يورو. تعليقك على الصفقة خاصة أن هي أثارت جدل كبير؟ طبعا يعني احنا كله متابع دلوقتي اللي بيحصل فيما يخص الصفقات اللي هي ريال مدريد وبرشلونة، على قد ما بيقدروا دلوقتي بيحاولوا ان هم يتخلصوا من عدد كبير من اللعيبة عشان بسبب أزمة الرواتب اللي عندهم. فاران طبعا اسم كبير في ريال مدريد ومدافع مميز جدا سواء مع ريال مدريد كان او مع منتخب فرنسا. هي صفقة طبعا خدت وقت، ولكن كان كله عشان الاتفاق على المقابل المادي اللي حضرتك ذكرتيه دلوقتي، 50 مليون يورو. خلاص يعني الأرقام 50 مليون يورو ده دلوقتي ده مش مبلغ يعني، وبعدين نتكلم في مدافع كمان ان بيدفع فيه 50 مليون يورو يبقى من اغلى المدافعين. ده مانشستر يونايتد نفسه جايب مدافع قبل كده ماجواير بمبلغ اعتقد كان 80 مليون يورو، دلوقتي احنا خلاص بنتكلم في 100 وانت طالعه، لسه هنشوف كمان هاري كين لما يروح مانشستر سيتي الصفقه هتبقى بكام. لوكاكو لسه اغلى لعيب في العالم، قبليه على طول كان جريليتش، فخلاص الدنيا دلوقتي كلها احنا بنتكلم في 100 واحنا طالعين. يعني ربنا يرزق الجميع، وان شاء الله الاهم ان نشوف اللعيبه دي تمتعنا في الملعب، ونشوف مانشستر يونايتد بقى هل هيقدر ان هو يرجع تاني على عرش انجلترا، ولا سيتي هيفضل مسيطر، ولا ليفربول هو اللي هيرجع تاني ياخد اللقب. صراع جميل جدا في البريمير ليج شفناه اول اسبوع، ونتمنى ان احنا نستمتع بيه في اللي جاي. يمكن العنوان الثالث معانا النهارده عن انشيلوتي مدرب ريال مدريد، كان في وصله من المديح طبعا للمهاجم كريم بنزيما بعد الفوز على ألافيس 4-1، خاصه ان بنزيما يعني احرز هدفين. يمكن كمان اتكلم كمان انشيلوتي انه اصبح بنزيما لاعب متكامل، وان هو اصبح افضل مما كان انشيلوتي بيدرب الفريق خلال السنوات الماضيه، يعني تحديدا 2013 2015 هو شايف ان بقى في فرق في مستوى بنزيما كبير جدا. طبعا بنزيما في الاساس لما راح ريال مدريد في البدايات من سنوات طويله هو كان لعيب مميز جدا، يمكن طبعا في ريال مدريد الامور بتبقى مختلفه جماهيريا، في نادي على طول كان كل موسم بيجيب نجوم كبيره جدا، نتكلم في فتره طبعا كريستيانو رونالدو كان هو اللي مسيطر على كل حاجه في ريال مدريد، وكان بنزيما على طول عامل مساعد معاه وعلى طول موجود. يمكن طبعا السنوات اللي بقى جاريس بيل مثلا فيها ما كانش كويس، بعد كده لما كريستيانو رونالدو كمان مشي فكان كل الانظار على كريم بنزيما اللي هو المفروض هو اللي يشيل الفريق. كريم بنزيما في الاخر سنتين ثلاثه بنتكلم في لاعب فعلا تطوره بقى واضح جدا، وفعلا بقى يعني لاعب مكتمل، قائد في الملعب وهداف، ويعني بيعمل كل حاجه لريال مدريد. اعتقد كمان بقى احنا بنتكلم مع ان رحيل ميسي
من برشلونة، فهي فرصة ان ممكن كريم بنزيما يسيطر على بعض الارقام اللي كان من الصعب في وجود كريستيانو وميسي ان هو يبقى هو رقم واحد فيها، لكن دلوقتي هو بقى عنده الفرصة ان هو يبقى رقم واحد، وعنده فرصة ان هو يقود ريال مدريد لليجا جديدة وبطولات اخرى في اسبانيا حتى على المستوى الاوروبي. يمكن على المستوى الاوروبي الامر هيبقى صعب، لان ريال مدريد وبرشلونة للامانة يعني فقدوا كتير من قوتهم الفترة الاخيرة، وكمان مشاكل لا تتعلق بقواعد الليجا بتاعت المرتبات واللعب المالي النظيف دي قللت شوية من الصفقات اللي هم بيعملوها بالشكل القوي. ولكن في أسبانيا يفضل الصراع ريال مدريد وبرشلونة، لكن بنزيما يعني عنده فرصة أكبر إن هو اللي هو يبقى مسيطر، وعلى المستوى الشخصي طبعا بتمنى له إن هو يقود ريال مدريد للليجا. اخيرا، يمكن لاعب التنس العالمي روجر فيدرر اعلن عن خضوعه لجراحه في الركبه، وهي اللي هتتسبب طبعا في غيابه عن البطولات، خاصه بطوله امريكا المفتوحه بسبب مرحله التعافي. يمكن فيدرر اتكلم اكتر مع جمهوره انه الموضوع طبعا هيكون صعب عليه وصعب كمان على الجماهير، وان هو يعني مش عارف يمكن تبعيات فكره ان هو يخضع لعمليه جراحيه وهو عنده 40 سنه. شايف يمكن المرحلة اللي بيمر بيها فيدرر دلوقتي في الظروف الحالية يعني، والجمهور كمان بتعبر عن ايه؟ يا اكيد اي لاعب يعني طبعا فيدرر واحد من عظماء التنس، طبعا عامل السن دايما بيبقى مشكلة اي رياضي، خصوصا لما كمان بيوصل لمرحلة الاصابة، لو في اصابة في عملية جراحية الموضوع لما بيحس انه بيطول غيابه عن الملاعب ده بيبقى امر صعب بالنسبه له، ان هو ما بيبقاش ضامن هل هو هيقدر يرجع يتعافى بشكل سريع ولا لا، في ظل طبعا عنده منافسه شرسه جدا مع الجيل اللي طالع في التنس. اكيد الامر صعب على فيدرر وجمهور فيدرر والناس اللي هي عشاق التنس، لواحد الاسم كبير واسم ممتع، يعني نتمنى له ان شاء الله ان هو يقدر يتعافى بالشكل اللي يخليه يرجع يكمل مسيرته ويحقق ألقاب مميزة، وتبقى ختامه حتى لو إنه في يوم من الأيام لازم طبعا هيعتزل يبقى اعتزاله في الملعب، لأن دي أصعب على أي رياضي إنه هو يعتزل برا الملعب بسبب الإصابة. فإن شاء الله مسيرته الكبيرة دي لما يعني يجي مرحلة الختام يبقى هو بشكل كويس وسليم، ويقدر إنه يعتزل وهو في الملعب واقف على رجليه يعني. بشكرك جدا ايمن جلبرتو، نورتنا وشرفتنا على شاشه قناه النادي الاهلي. ده طبعا كان حوارنا النهارده وجولتنا الصحفيه في ابرز العناوين الصادره صباح اليوم مع مدير التحرير بموقع يلا كوره الاستاذ ايمن جلبرتو. بشكركم جدا، العوده ليكم مره اخرى. احنا اللي بنشكرك جزيل الشكر زميلتنا العزيزه مريم سميح، واكيد بنشكر طبعا الاستاذ ايمن جلبرتو، والشكر موصول للزميله الجميله هنا ابو القاسم. لا تحس ان الفيو ورا هنا يعني مغري جدا، شكل البسين معمول بشكل حلو قوي بجد، صح قوي قوي يعني لقطه كده والله، تحس ان هي مش في مصر بتخدعنا. لا بجد الشكل حلو، او يمكن احنا اللي عايزين احنا اللي حرانين. لا بس هو البول حلو فعلا. لا معمول بشكل فعلا جميل. طيب دي كانت الفقرة الإخبارية الأولى مع حضراتكم، هنروح دلوقتي فاصل ونرجع نفكر حضراتكم بس بالفقرتين اللي معانا. فقرة أولى هيكون معانا عن دوري الجالية السورية لكرة القدم في مصر، ودي أعتقد فقرة هتكون جميلة جدا، والفقرة الثانية المهمة الخاصة بالتغذية والدكتورة مروة نوح استشاري التغذية العلاجية اللي بتكون دايما منورانا حقيقي. وزي ما قلت لحضراتكم أنا وكريم هنحاول بجد نرد على أي استشارات أي تساؤلات حضراتكم هتبعتوها دلوقتي على الصفحة أو بعتوها أو أي حاجة حتى جيلنا على يعني برايفت مسج انا او كريم على السوشيال ميديا، هنحاول على قد ما نقدر نستشير يعني دكتور مروه فيها. ونرجع نقول تاني برضو الموضوع ليه علاقه بالاراده، وانا عارفه ان اللي بعتت لي رساله هي قالت لي انها هتتفرج النهارده، فيعني ركزي كويس، بس لازم هنرجع نعيد تاني الاراده اساس كل شيء. فاصل سريع وهنرجع نكمل. كنا استضفنا قبل كده التوأم السوري أيمن ومعتز كوجك، وتكلمنا معهم عن مسيرتهم التدريبية في سوريا وقصة انتقالهم إلى مصر وقيامهم بعمليات التدريب في مصر حاليا. حاليا هم بينظموا دوري الجاليات السورية في مصر، وأكيد حابين نعرف تفاصيل أكتر مع ضيفنا كابتن أيمن كوجك مدرب كرة القدم ومنسق دوري الجالية السورية لكرة القدم في مصر. صباح الفل على حضرتك. صباح الفل أستاذ كريم. أهلا بيك. صباح الفل أستاذ. أهلا بحضرتك. يعني أهلا بكم. احنا بنتشرف بوجودنا معاكم. لا والله احنا يعني سعداء بوجودكم في بلدكم التانية. ده بلا شك. ده بلدنا الأول والأول كمان، وإحنا أصلا يعني شعوب قريبة لبعض جدا. وأنا طبعا احنا كلنا أهل إن شاء الله. لا بجد السوريين بيحبوا المصريين
مصريين جدا والعكس صحيح. من الازل طبعا اكثر الشعوب العربيه. استاذ كريم ده من العيله بتاعتنا. انا شايفه في تشابه. انتوا حكيتوا لي ان لا مش لا بس هو حضرتك كوجوك بتتكتب عندك ازاي؟ احنا بتنكتب في طريقتين زي ما بتقول ده كوجوك كاف جيم كاف وكوجوك كاف واو جيم كاف. اوكي بتنكتب في الطريقتين. بس هو اسمه اوريدي غريب او نادر فلما نلاقي اثنين بس من بلدين مختلفين. لا ده في حضرتك ادرى مني في لبنان كمان. في لبنان في بيت كوشك في لبنان. في لبنان في بس انت منور الدنيا عموما وسعداء جدا بوجود حضرتك. وعايز استاذنك بس قبل ما ندخل مع حضرتك في تفاصيل تواجدك في مصر والتدريب في مصر ودوري الجاليات السوريه، عايزين نطمن الاول بس على سوريا اللي طبعا كلنا بنحلم ان الامور تظبط فيها. والله سوريا ان شاء الله ربنا يفرج وترجع زي الاول يا رب. كلنا بنحلم بده الحقيقه. ترجع زي الاول ان شاء الله وده باذن رب العالمين مش في ايدي ولا في حد ان شاء الله. احنا منتظر الفرج من رب العالمين يعني. ان شاء الله ترجع احلى من الاول إن شاء كمان الله. باذن الله. خلينا بقى نروح دلوقتي للدوري ودوري جاليات السوريه. وحلو قوي ان انا ابقى كمان موجود في بلد وببتدي فيها وبكبر وكمان مهتم بجوانب مختلفه في الحياه ومنها الرياضه. فمعلش يمكن الفقره اللي فاتت عدى عليها شهور فعايزين نسمع من الاول من حضرتك، فخلينا نعرف منك اصلا الفكره جت ازاي. طبعا احنا جينا مصر من حوالي 5 سنين انا والكابتن اخويا، واحنا مدربين طبعا مؤهلين ومعتمدين في الاتحاد السوري والاسيوي والدولي. يعني مش معتمدين على المهنه دي مهنتنا. دي مهنتنا الاصليه فعملنا ده. فاحنا جينا هنا وقررنا نعمل دور اكاديميه نشتغل في التدريب اكاديميه للسوريين، ومش بس السوريين انا بستقبل اي جنسيه اي حد مصريين. عندي مصريين وعندي يمنيين وعندي اريتريين وعندي بكافه الجنسيات. يعني ما بمنعش حد يدخل في الاكاديميه لان دي اكاديميه للجميع. اي حد بيحب يجي يسجل ويتعلم كره ويبقى لعيب ما عنديش مانع يعني. فاحنا انطلقنا من طريقه انه نعمل اكاديميه للسوريين واكاديميه رياضيه نستمر بها يحققوا الاولاد يمارسوا هواياتهم في مصر العربيه. طبعا مصر ام الدنيا طبعا. فانطلقنا من طريقه انه نعمل اكاديميه وابتدينا من حوالي 5 سنين تقريبا. وكانت الحمد لله في البدايه كانت حققت نجاح كبير. يعني كان في اقبال كبير استمرينا الحمد لله بمجهودنا احنا الشخصي. كنا عايزين ناخد ملعب كبير ما قدرناش نحصل ملعب كبير. خدناه فتره قليله مرنا الشباب عليهم فتره قليله وكنا بناخد ملعب خماسي بنتدرب في ملعب خماسي. بس برضه حضراتكم ماشيين يعني ايه بخطوات ثابته. يعني الصغير ده بيكبر مع الوقت واللي مش قادرين تحققوه دلوقتي مع الوقت ان شاء الله تقدروا تحققوه. يعني اكيد حضرتك النهارده مش زي اول يوم جيت فيه، اكيد الوضع اتطور يعني. بس احنا جائحه كورونا هي اللي كانت عقبه في وشنا. جائحه كورونا اللي كانت عقبه في وشنا. ده عقبه في وش العالم كله. جائحه كورونا دي وقفت حال الجميع يعني ووقفنا فتره طويله عن التدريب واللعب. الناس بقت وضعها يعني صعب قوي في وضع كورونا. نتمنى بقى زوال هذه ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يفرجه يا رب. طب عملتوا او قابلتوا برضو لعيبه مدربين مصريين؟ يعني التعاون برضو ازاي شكله؟ احنا تعاملنا مع مدربين كبار في مصر وزمايلنا وحبايبنا واصدقائنا منهم من الجنرال فكري صالح ومنهم الكابتن الحضري. طبعا الكابتن الحضري عمل اخويا معاه دوري المدربين وكان هو بيكرمه والكابتن وقابلنا الدكتور محمود سعد رئيس المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم. كابتن الدكتور ده محترم جدا وكلهم كويسين احسن مننا يعني ناس طيبه قوي وناس محترمه وفاهمه في الكرة. احنا تعاملنا معهم كتير ولحد دلوقتي بنتعامل معهم وبنتقابل معاهم. بس حضراتكم يعني مركزين اكتر او ده اللي باين لنا يعني حضرتك وكابتن معتز شقيقه مركزين اكتر مع الاكاديميه السوريه لتعليم مهارات كره القدم. هل فكرتم ان انتم تدربوا فرق عاديه في الدوري المصري سواء الدوري الاول او الدوري الممتاز به؟ يا ريت. يعني هل سعيتوا خدتوا اي خطوه تجاه تحقيق هذا الامر؟ احنا متمنين والله. قدمنا وعلى اساس نشتغل بس ما جاتش الفرصه لسه. ما هو برضه ما تنساش عشان موضوع الجائحه اللي كنا لسه بنتكلم فيها اكيد برضه ما جاتش الفرصه. يا ريت والله تكون معطله برضه ندرب في الدوري المصري وفي الانديه المصريه. بس الفكره مطروحه، الفكره انتوا حابينها. وكان ربنا يجزيه خير الجنرال فكري صالح خد اسمائنا وان شاء الله انا هامن لكم عمل في الانديه ان شاء الله. ان شاء
شاء الله. ان شاء الله هنا. طيب لا اتفضل. اتفضل. لا انا عايزه بس عشان الفكره توصل اكتر، يعني حضراتكم ابتديتوا في ملعب خماسي، وده كان في احد النوادي ولا في مراكز الشباب ولا في ملعب بتتاجر يعني؟ بتاجر. ايجار. وابتدى الموضوع يتطور شويه ولا لسه ما زال برضو الدعم شخصي وذاتي وكده؟ لا لسه دعم شخصي وذاتي، ما فيش الدعم الكافي يعني بالنسبه للاكاديميه او للفرق او فرق الجاليه السوريه. وما فيش اي تواصل مع اي مثلا هنا مؤسسه او وزاره الشباب او اي مسؤول مثلا ممكن ان هو يساعد؟ حاولنا نتواصل مع وزاره الشباب ان يأمنوا لنا ملعب كبير عشان نحن نمارس هوايتنا ونعمل ونعمل منتخب للجاليه السوريه ونعمل دوري انديه زي ما بتعمل في تركيا وفي غير مناطق في غير دول، بتعمل دوري نظامي درجه اولى وثانيه وثالثه. فمش عارف يعني هو اللي حصل وما تأمن، ما حدش أمن لنا ملعب يعني. يعني لسه انتم بتتواصلوا اكثر؟ لسه صعبة. بنتواصل ان شاء الله مع مدربين كبار ومع هيئات مسؤولة عن الموضوع ده. طيب بالنسبة لدوري الجاليات السورية، الى اي درجة حضرتك شايف انه نجح، والى اي درجة حضرتك شايف انه ممكن يبقى له انعكاسات ايجابية طيبة في الفترة اللي جاية ويكون يعني مقدمة لأمور لطيفة تحصل بعد كده؟ أستاذ كريم، الدوري أنت أنا جيت قبل مرة وكلمتك عشانه، وكنت وكان في يعني صعوبات عبما ظبطت الدوري، والحمد لله شارك 10 فرق سوريين، وطبعا أنا مدخل معهم مصريين أكيد، يعني كل فرقة دخل معها 2 مصريين غير جنسية زي الأندية، يعني أنا معتبر زي الأندية المحترفة. انا سمحت لهم 2 مصريين بس بيلعب واحد في الملعب، واحد في الملعب وواحد بره بيتبدل مع اللاعب اللي جوه. الدوري ده احنا ده النسخه الاولى طبعا بنظام الدوري وليس بنظام البطوله. اوكي. بنظام النقاط. تمام. طبعا دي اول دوري. دوري يعني دوري أوكي. دوري بنظام النقاط. وعدد الفرق المشاركه كانت قد ايه؟ 10 فرق. 10 فرق. 10 فرق. 10 فرق ده رقم كويس. 10 فرق بس يعني. من اكتوبر دول. ده بس اللي هم في ناحيه زي اكتوبر. في لسه بره طبعا، من بره اكتوبر ما جاش يعني فرق. اول النسخه دي ان شاء الله النسخه الثانيه هتكون باذن الله تعالى، نطمح انه تكون افضل من دي، مشاركه اكبر على نطاق واسع ان شاء الله. واحنا مستمرين ان شاء الله في النسخه الاولى والثانيه، وانا برضو عامل لهم بعد الدوري ده عامل لهم بطوله الكاس. بطولة كأس الجالية السورية، يعني هو خروج المغلوب يعني زي أي دوري المصري. بطولة كأس مصر، بطولة كأس سوريا، بطولة كأس إسبانيا، بطولة أي دوري. وبعد منها أنا عامل لهم إيه؟ بطولة اسمها بطولة بلاي أوف. بطولة البلاي أوف يعني هاخد ممكن 4 من بطولة الدوري و4 من الكأس، وأعمل لهم بطولة. أوكي. طب والجوائز ايه برضو يا استاذ عين؟ الجوائز هتكون معنويه يعني، مش ما فيش بس حلو يعني، حتى لو معنويه بس حلو يبقى فيه برضو. انا ان شاء الله محضر لهم مفاجاه غير الدوريات اللي شاركوا فيها قبل يعني. على فكره انا شايف برضو ان حضرتك تحبي اقول لك عليهم محتاجين برضو تزودوا شويه من مساله طرق الابواب، فكره ان انت ممكن تحاول تفتح مجالات مع سواء انديه سواء الوزاره زي ما كانت نهاوند بتقول لحضرتك من شويه، يعني الخطوه دي تنقصكم ولا انتوا شغالين عليها على الهادي؟ والله احنا شغالين لكن زي ما بتقول بصوره خجوله. يعني انت بتبقى خجلان لما بتيجي بتطرق باب حد وما بيلبكش، مفيش تلبيه. برضه ما تنساش حضرتك كابتن ايمن ان احنا بنتكلم برضه يمكن التوقيت ده مش هو الامثل، يعني انا اعتقد لو حضرتك كنت فتحت الاكاديميه دي في ازمنه سابقه يعني 2-3 بس مش هقول لك اكتر قبل مرحله كورونا، اعتقد كنت هتلاقي صدى اكبر يعني. احنا دلوقتي بنطرق ابواب طبعا المسؤولين في مصر وبنترجى منهم يأملوا لنا ملاعب عشان السوريين يمارسوا هوايتهم ويستمتعوا بكرة القدم في مصر هنا. وبرضو أنا بطرق أبواب الجالية السورية طبعا، الناس الكبار أصحاب التجار يعني ممكن برضو يبقى لهم دور داعم يعني، بوجه لهم كلمة أنه يساعدونا يوقفوا معنا عشان نقدر نوقف ونشكل منتخب الجالية ويستمر في التدريب بكافة الفئات، مش بس فريق أول، حتى الناشئين، حتى القطاع الناشئين الصغير، حتى البراعم. انا ان شاء الله انا عامل منتخب يعني جالي ان شاء الله من البراعم حتى الفريق الاول، بس ده زي ما قلت استاذ كريم عايز دعم، عايز مين يوقف معاه. طيب ما عشان نعمل ده برضه كابتن ايمن خلينا نوصل للرساله لاي شخص ممكن ان هو يكون انترستد او ان هو يعني يبقى ممكن ان هو يساعد،
ايه الفايده وراء هذا الدوري مثلا وانشاء هذا الدوري او دعمه؟ فبرضه خلي الناس تفهم، لان ممكن الناس تقول لك واحنا في ايه ولا في ايه ولا لا، بالعكس الموضوع كويس جدا، الموضوع مفيد جدا، وشيء ما اعتقدش ان هو مكمل، ده شيء كويس ان يبقى فيه ممارسه على الارض حقيقيه ودوري، ويعني وبعدين عدد السوريين عندنا مش قليل، فالعكس دي مشاركه حلوه جدا في المجتمع. فنسمع من حضرتك اكتر فوائد ده، علشان حد ممكن يقول انا فعلا عايز اساعد. الفايده فعلا هي اول حاجه فايده لشبابنا يمارسوا كره قدم وتعلموا كره قدم وتطورهم، وبالذات بعد الضغوطات وبعد الظروف اللي كله مر بيها طبعا مفيده جدا. طبعا طبعا اكيد، بس احنا يعني بنتمنى ان حد يقف جنبنا عشان نطور من السوريين، نطور من ادائهم، نطور من معنوياتهم، نرفع معنوياتهم، عشان انت عارف ظروف البلد. فلما بيجي هنا اللاعب بيلعب بيمارس كره القدم هوايته، بيحاول ينسى شويه من الموضوع. ايوه هو ده بقى طبعا. فنحن بنتمنى من الناس اصحاب النعم زي ما بيقولوا واصحاب الخير ايوه انه يوقفوا معانا، ان كان مصريين او كان سوريين طبعا. وكان على فكره الطرفين، وده مش تفضل، ده واجب. سواء على السوري المقتدر اللي مقيم في مصر او المصري المقتدر، الاثنين لازم يقوموا بالنوع ده من الادوار المهمه، لان احنا بنتكلم على شعب واحد في نهايه المطاف. وكمان يعني اخواتنا وحبايبنا السوريين اللي موجودين، يعني واجب علينا ان احنا ندعمهم بكل اشكال الدعم لمليون اعتبار، يعني لاعتبارات كتير قوي الحقيقه. فاتمنى ان الكلام ده يلاقي رد فعل ويلاقي صدى طبعاً طيب. طبعا احنا استاذ كريم الرياضه دي حياه طبعا، والرياضه متعه. احنا لما بنشوف اولادنا بيلعبوا كره قدم بيمارسوا هوايه زي هوايه من زمان احنا بنستمتع اكيد. مش بس احنا مدربين، المدربين عايزين برضه نستمتع معاهم، هم يمتعونا برضه بكره القدم. ايوه طبعا. حتى يعني ما فيش عائله سوريه او عائله مصريه الا ما عندهمش لعيب كره او لعيب في اي لعبه ثانيه، او بيحبوا مجرد بيحب يتفرج وبيشجع وبتلاقي. فنتمنى من الجميع الوقوف الى جانب المساعده ان شاء الله. يحسن باذن الله. كره القدم طبعا هي شغل للناس، وكره القدم هي اللعبه الاولى الشعبيه في العالم. صحيح. احنا كجاليه سوريه نفتقد الدعم المادي او الدعم المعنوي للفرق السوريه رياضيا، يعني رياضيا احنا الدوري عملناه بمجهود شخصي، وانا جيت قبل مره عندك وكلمتك وقلت لك ان احنا عامل دوري وكل المفروض اعمله من زمان ان شاء الله. اللقاء اللي هيجمعنا بعد كده هيكون محتوى كلام مختلف تماما، ونبتدي نتكلم في كم من الناس اللي دعمت سواء الدوري او الاكاديميه او الفكره نفسها، المبدا نفسه. احنا ان شاء الله سعدنا بوجود حضرتك معانا. ان شاء الله سعدنا، انا سعدت بوجودكم. ربنا يخليك. ربنا يخليكم ويديم عليكم الصحه والامان والامن والامان في مصر العربيه الجميله دي، مصر وسوريا طيب. وكل عالمنا العربي يا رب. ربنا يخلي حضرتك. انا اتشرفت قوي بوجودي معاكم والله. لا احنا كلنا سوريين متشرفين قوي بعض. ايوه طبعا. خلي بالك ده هنا في عرق سوري صريح. عندي عرق سوري برضه انا. صحيح. الوالده من سوريا. هنتكلم بقى بعد الفاصل عشان اشوف حضرتك منين، من سوريا برضه. نورتنا يا كابتن ايمن. تحياتنا للاخوه السوريين في كل مكان في العالم وفي مصر طبعا تحديدا، وباذن الله يعني طلب حضرتك يلاقى بالايجاب، لان فعلا حاجه جميله ان احنا نشوف ناس عندنا موجودين وبيشاركوا بيمارسوا حياتهم بشكل طبيعي رياضيا واقتصاديا وتعليميا وغيره. دي حاجه تسعدنا ان انتم في الانيشيتيف ده، او يعني في الرغبه دي بالعكس. يعني والله احنا سعداء بوجودنا معاكم، واحنا بالنهايه بنشكر قوي قوي الشعب المصري الجميل الرائع اللي استقبلنا وحضننا وعاملنا زي اهله يا فندم. طبعا. وبنشكر كانت برضو قناه النادي الاهلي المصري على قيامها في الواجب اللي عملوه معانا، ولبوا لنا الدعوه وصوروا لنا. نورتنا، ده دورنا في الاعلام الدوري السوري، ورحبوا بينا ونيجي نلعب معاكم مره بقى. والله عارفه بقى فيها كوره والله. واحنا من محبين نادي الاهلي المصري. لا شكر على واجب يعني. نادي القرن ده نادي كبير قوي. طبعا نادي. طبعا. على فكره كمان برضو الكابتن هادي خشبه من صحابي. الناس الجميل هادي خشبه من الناس هادي خشبه طبعا من الناس الراقيه المحترمه جدا. دي حقيقة. كل الناس طبعا محترمه، بس انا اللي قابلته يعني انا قابلته وتصورت معاه واتكلمت معاه وبتكلم معاه لحد دلوقتي يعني. حضرتك نورتنا وشرفتنا، وان شاء الله نرجع نلتقي على خير يا رب باذن الله. ان شاء الله. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لك استاذه نهواند، ده اسم شامي يعني مش معقوله. نهواند شرفت مني يا شرف. طيب احنا هنروح فاصل ونرجع بعد كده، وهتكون منورانا دكتور مروه نوح. خليكم معانا.
بنرحب بحضراتكم في الفقره اللي نوهنا عليها يعني في بدايه الحلقه، واللي كنا بنقول لحضراتكم ايه اللي عنده اي استفسار او سؤال ابعتوا لنا. دكتور مروه نوح اخصائيه التغذيه العلاجيه منورانا في هذه الفقره، وهتجاوب على كل حاجه فيما يختص تحديدا او هنركز تحديدا على الرجيم وانقاص الوزن. بيتقال يعني الله اعلم الصيف الفصل المناسب جدا ان الناس تفقد وزن فيه بسهوله. صباح الفل. صباح الجمال. اخباركم ايه؟ منوره الدنيا. ده نوركم ملكه جمال الانظمه الغذائيه والالوانات والشياكه وكل حاجه حلوه. منوره الدنيا. مره واخده تاني. ده كان في مصيف جامد شكله. في مصايف. الحمد لله على السلامه. حلو جدا. وكريم تيجي نبدا بالاستشاره اللي جات لنا. يعني بصي بقى مهمه جات لنا. بصي يا دكتور مروه بقى، احنا جات لنا او انا جات لي في برايفت مسج يعني من فتاه عندها تقريبا 23 سنه وزنها 120 كيلو. انا وعدتها ان انا هعرض الكيس اول ما تنورينا يعني في اول الفقره معاكي. وزنها 120 كيلو، عندها 23 سنه، وهي بعتالي بتقولي انا محبطه، انا لا عارفه اتجوز، لا عارفه اشتغل، لا عارفه اعمل اي حاجه في حياتي، والبنت تكاد يكون عندها اكتئاب حاد. فهي بتقولي انا ما عنديش اراده صفر يعني، عشان بس ما حدش يجي يقول لها لازم ولازم، احنا بنقول بس هي مش قادره. تعمل ايه؟ طبعا يعني انا عايزه اشجعها جدا جدا، وانس انها وصلت من التخن لمرحله اكتئاب انها مش قادره تعمل حاجه، دي لازم يبقى في تدخل من طبيب نفسي، لان الموضوع قلب حاله نفسيه انها مش قادره تعمل. طيب في رفض كده؟ الرفض لا، هي مش قادره يعني، مش كلنا اقوياء بنفس الطريقه في كل الحاجات. تلاقي واحد هارد وركر قوي، التاني اذكى بس مش بيشتغل جامد. حتى بتبان في المذاكره مع الولاد، مش كلنا زي بعض. فما بحبش نيجي على الناس لا لازم تبطلي اكل، لا ما هي عارفه، هي عارفه حتى بيكون ازاي. التحدي كبير قوي، الواحد بيبقى اوتوماتيك انهزامي. تعرف بيقول لك في اخر سنه اكتر قرارات اتخذت في العالم هو قرار الدايت، يعني ده من اكتر القرارات اللي بتتاخد واصعبها، وتبطيل السجاير. وتبطيل السجاير بالظبط. بقى شغل الناس الشاغل، لان مع الحياه السريعه والتكنولوجي والاكل الحلو والفاست فود واللي واللي السمنه نسبتها عاليه جدا لو اي حد شاف اي احصاءات. فهي طبعا هي عارفه تخس ازاي. انا تملي اي حد حتى بيجي العياده بقول له ما حدش مش عارف يخس ازاي، ما حدش عارف هو بيتخن ليه، يعني مفيش حد بيجي مش عارف هو بيتخن ليه، عارف انه بيشرب كذا وبياكل كذا وبياكل امتى وبياكل قد ايه، عارف بس مش قادر. في ناس بتلجأ للدكاتره او الاخصائيين انهم يساعدوهم، وفي ناس فعلا عندهم مشكله نفسيه مش المفروض ان احنا نتغاضى عنها. المرض النفسي بس احنا بنخاف منه، يعني احنا لسه ابتدى يبقى في وعي حتى مع الاطفال. مش عيب يا جماعه نروح لدكتور نفسي، ما بقاش زي زمان ناس دول لا ده مرض زي اي مرض بيجي لنا. تروح بقى تتقدم لحد بابا هيقول لك لا ده مجنون بالزبط. يا بنتي بس يعني هي نمره واحد، وده هتبقى شغلات لان ممكن تكون محتاجه لمضادات اكتئاب. طبعا دي هتساعدها. ما بحبهاش برضو، ما بحسش انها يعني، ما هي بصي يعني الناس اللي جربتها انا بحس ان هم بالعكس بتجيب عليهم معاكي جدا لما بتتاخد عمال على بطال. يعني في ناس بتتدلع صراحة كده، يعني في ناس اي حاجه اي لا انا ممكن اساعد نفسي برياضه باي اسلوب حقيقه، اسمع مزيكا، اسافر، افصل. يعني في اساليب ممكن نعملها، وفي حاجات بتبقى مرض، لان المرض النفسي بيبقى خلل في النيورو ترانسميترز او الكيمياء اللي في المخ. ففي ناس بيبقى فعلا عندها خلل لازم ساعتها تاخد ادويه. مضادات الاكتئاب بتلعب على الكيمياء اللي في المخ دي بتظبطها، ما بيبقى في خلل. فبيبقى الادويه ايا كانت مضادات اكتئاب، مهدئات، في بعض الادويه معينه اللي الدكاتره النفسيين متخصصين فيها بتظبط اللخبطه اللي في الكيمستري بتاع المخ دي، فالحاله بتتحسن، فيبقى عندها شويه اراده. دي بتمشي مع اخصائي تغذيه الاثنين. طب معلش سؤال برضو يعني طبعا. في السياق اللي احنا بنتكلم فيه من المعروف او ده المعلومه دي مش مظبوطه، حضرتك صححيها لنا، يعني ان مضادات الاكتئاب بتزود الوزن، بتفتح الشهيه وتملى الجسم ميه صح. وحاجات زي كده دي حقيقه فعلا. في مضادات اكتئاب كتيره جدا بتزود الوزن. ابتدى دلوقتي يبقى في مضادات اكتئاب ما بتفتحش النفس بالظبط بالظبط، ودي بنعاني منها ساعات كتير. بس بتبقى في ادويه، الشركات ابتدت تطلع ادويه تانية انها بتسد النفس شويه او ما بتفتحش النفس. فبيعرفوا ياخدوا دي، يعني الدكتور بقى بيبقى شاطر بيغير الحاجات دي، يعرفوا ياخدوا دي. بس تناولها وتبطيلها لازم يبقى بالتدريج وبمتابعه مع طبيب، بمتابعه مع طبيب نفسي. بالمناسبه اللي يكتبها الطبيب النفسي اللي يكتب لك او اللي يوصف لحد بس طبيب نفسي، بس طبيب نفسي بس مش طبيب تغذيه خالص.
طبيب التغذيه مش من حقه يكتب اي دواء. يعني انا دكتوره بشريه انتوا عارفين. فلو حد جاي عنده مثلا عملت له تحليل طلع عنده لخبطه في الغده, يا دكتور انا عارفه الدواء اللي هياخده ايه والجرعه ايه, ما اقدرش, دي انا مش اوثورايزد اني اعمل كده. الدكتور بتاع الغدد هو اللي يمشي ويتابع, لان دي حاله هتمشي معاه طول العمر مش تخصص. انا ادي فيتامينات, حديد ناقص, فيتامين ناقص, ده اللي انا اوثورايزد ان ادي, مش اوثورايزد اني اعالج حاجه مش تخصص. طيب ندي كل حاجه لايه بقى البنت دي او اي حد اوفر ويت بشكل مبالغ فيه ما عندوش اراده ما عندوش حاجه, بتنصحيه ان هو يبدا يعني الستارت بوينت بتاعته؟ احنا هنبدا ببيبي ستابس او خطوات صغيره. انا شويه يعني اللي خلاني اتخصص التخصص ده اني اتعقدت من كتر ما الناس متعقده من كلمه ريجيم, من كتر الانظمه الغلط اللي كانت بتتعمل اللي كلنا ما بنقدرش نعملها دلوقتي, زي ما قلنا مع نظام الحيوي اللي هي الربع الرغيف والبيض المسلوق وحته الجبنه ومنع كل حاجه في الدنيا وممنوع كل حاجه. الحاجات دي فعلا عقدت الناس, خلت واحده زي البنوته الجميله دي مش قادره تاخد الخطوه, يقول لك هيقرفوني مش هاكل حاجه خالص. البيبي ستابس اللي هقولها لها انها بس تقلل ربع الطبق بتاعها كل يوم. يعني مثلا بتاكل رغيف تاكل 3 ارباع باللي بتاكل. حلو. اول خطوه, اول خطوه بتاكل طبق رز قد كده وخضار وبروتين, تشيل ربع من كل. طب ولو احساس الشبع ما اتحققش؟ هيتحقق لانه ربع بس جرادولي بقى يعني. جرادولي انا بقولهاش من رغيف تاكل ربع كده هتموت من الجوع, لكن من رغيف تاكل 3 لان هي اصلا بتاكل اكتر من نيدز بتاعت جسمها. فما بنقلل ببرسنتج بسيطه عمرها ما هتحس بالجوع. هنكمل بقى بخيار, طماطم, بتنجان مخلل, طماطم مخلله, حاجه حلوه لان معظم ممكن اخد حاجه حلوه مقننه. يعني مش لازم اكل قالب كيكه, ممكن اخد حته كيك. فهي هتاكل اللي بتاكله بتنظيم. يعني نقول ان انا عندي 5 وجبات في اليوم مش هزيد, ده فتح كلام. هاخد فطار غدا عشاء وحاجتين في النص, حته شوكولاته, حته كيكه, فاكهه, مانجايا, موزه, يعني اي فاكهه مسموحه مش ممنوعه كمان الحاجات المانجا دي. اوكي طبعا طبعا, يعني على الاقل فيها فوائد, فيها مضادات اكسده وفيها فيتامينات وفيها الياف وفيها وفيها. اوكي ومش هتزيد عن 5 وجبات. قاعد في النص تعمل ايه؟ لا معلش, ما احنا لازم نعمل شويه مجهود عشان نوصل للتارجت بتاعنا. هو مش بلا مجهود عشان بس الناس تبقى فاهمه. هاكل طبق سلطه, هاكل خيار, هاكل قته, هاكل جزر, هعمل جرجير بمشروم بدراسنج ظريف, هاكل زبادي. يعني لو جاعت ممكن ازود بحاجات قليله السعرات وفيها الياف فتعلي المود. على فكره الاكل الصحي بيعلي المود, الناس برده مش فاهمه الحته دي. يعني كيمستري المخ وكل الكيميكال رياكشنز اللي في جسمنا بتحتاج ايه. اما بيكون حد اي حد عندنا عنده التهاب في الاعصاب بياخد ايه؟ حقنه فيتامين بي, صح كده؟ ليه؟ الفيتامينات والمعادن مهمه جدا جدا عشان نمشي البروسيس اللي بتحصل في جسمنا كلها, من حرق دهون للمود, الذاكره, لخلايا الكبد, لخلايا الملاعه, كل الحاجات اللي بتحصل في الجسم محتاجه فيتامينات ومعادن. الناس اللي بتبقى تخنانه قوي غالبا يقول لك يا باكلش سلطه, باكلش خضار, ماليش في الفاكهه, طب باكل بدلها ايه؟ كيكه, شيبسي, مياه غازيه, عصاير, سكر سكر سكر, نشويات. فالحاجات المضره للحاجات دي ما بتجوع اسرع اسرع سكريات. برافو عليك. انا بس عايز استاذنك اولا, انا اسف للمقاطعه بس مضطر والله على عيني. خلينا نقف عند النقطه دي, هنطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك. اتفضل. يا اهلا بكل حضراتكم, عوده مره ثانيه. صوتي اتنبح, خشي بسرعه. طيب نتبلي بقى بتحصل صوتك. احنا برنامج هوا وعرضه لاي مستجدات, فعاد والصوت رجع اهو وهنجلي. بيحصل. انا دخلت دلوقتي ببص على برضو بعض الحاجات اللي اتبعتت, ففي مش يعني هو موضوع كده سريعا. حد باعت واسمه عماد بيقول انا تخنت ومراتي مش حاسس ان هي بقت تحبني او تبص لي زي الاول, معلومه هي جسمها محافظه عليه جدا. ده بقى كيس غريبه يعني لفتت انتباهي شويه. عكس المعتاد, عكس المعتاد. فواضح ان هو نفسيا برده مش مظبوط. انا بصراحه بشوف الوزن مرتبط جدا بالحاله النفسيه. الرفيع متضايق والتخين متضايق, طب يا جماعه ما نظبط ونريح نفسنا. زي ما قلنا في الاول مفيش حد عارف هو بيت, وبعدين مراته محافظه, يعني البيت ماشي على نظام معين, شايفها بتاكل ازاي. اول حاجه بحب اقولها للاستاذ عماد وللبنوته الاولانيه وكل حد, احنا لازم نمبر 1 عشان نعرف نعمل حاجه نحب نفسنا. يعني انا ما احسش اتخن عشان اصلا حد. بالظبط كده, بالظبط. يعني بيعجبني قوي دكاتره التجميل الشاطره, اول ما تروح لهم ست تقول لها ايه انت عايز تعمليها, عشان مين العمليه دي؟ عشان نفسك ولا عشان جوزك ولا عشان حد طالب منك؟ لا عشان امي تلاقي لها يد الله, عشان امي, عشان البشريه. تقول لا لو هتعمليها عشان نفسك ده الشاطرين هعملها لك, لان انت اللي هتتعبي وانت اللي يعني صح. فهي نفس القصه, هو لازم يحب نفسه, هو مش هيرضي حد. انا هخس عشان صحتي
وعشان شكلي وعشان حاجات تانية كتير ومناعتي ووي مش عشان مراتي تحبني، لان اللي بيحب حد بيحبه في كل احوال. بس هو واضح السيلف كونفيدنس الثقه عنده قلت، يعني ممكن تكونش مراته اصلا عملت حاجه بس مجرد انه حاسس ان في فرق دلوقتي في الشكل. بس ده اسهل له كتير. ليه؟ لان بما ان مراته واخده بالها انها ماشيين على نظام، ايفن لو هي بتطبخ عادي هي بتاكل اقل، هو شايفها هما مع بعض في البيت، طب ما تعمل زيها. يعني ليه سايب نفسك ان هي ما تاكلش او تقول اصل بيجي لي حالات كتيره كده، اصل هو بيجي له مثلا راجل وست بيخس تلاقيه جاي تخنان وهي جايه خس، مش تاكلوا مع بعض اللي انا قايله عليه؟ يقول لي اه بس هو يا دكتوره امبارح بالليل طلب مش عارفه ايه، اصل هو كان بيغريني ان اطلب معاه بيتزا وانا ما رضيتش. ايوه، اصل من زاويه الرجاله الوضع ليه ابعاد تانية. في حاجه اسمها نداء الكرش، والله بكلمك بامانه. نداء الكرش الله، يعني كرش طلب مثلا ممبار يبقى نلبي الندى. حلو، نلبيه في الغدا، مش لازم نلبيه الساعه 2 بالليل واحنا قاعدين سهرانين. اوكي، يعني توقيت الاكله طبعاً كمان بيفرق. اصل اللي بيطلب اكل او ممبار او بيتزا 2 بالليل ده متغدي على فكره ومحلي وفطران وشارب شاي، يعني مظبط حياته. أوكي، احنا بالليل قاعدين بنتسلى. طب ما انت مراتك عرفت تمسك نفسها عشان مصلحتها وعشان نفسيتها وعشان جسمها وعشان صحتها عشان السلف كونفيدنس بتاعها، طب ما تعمل كده. زي ما قلنا هو نمبر 1 في اي نجاح، اي نجاح الاراده. يعني انتوا بتصحوا بدري، عندكم برنامج بدري، لو عندكم بالليل الفرح للساعه 4 مش بالاراده، ده بالاجبار، ده بالاكراه. هو بالاكراه. انا بصحى 5 ونص. هو النجاح يعني انا مصر اني انجح، طب ما انا ممكن ما لا مش هقبل الشغل اللي هصحى فيه بدري. لا، اي نجاح في الدنيا، انا عايزه اطلع الاولى على الثانويه العامه، هقعد اذاكر زي اللي 30 40 ساعه. انا عايزه اسالك حاجه بقى مرتبطه جدا بكلامك ده عشان الوقت بيجري، وليه علاقه بما ان احنا قلنا في الانترو بتاعنا ان احنا بنتكلم عن الصيف وده فصل مفروض ان الناس تخس فيه. لما بنسافر بقى الساحل، الجونه، اي مكان في مصر جميل بنصيف فيه في الويكند، احنا بنرجع تخنانين. لا ده فورشور، يعني اكل على طول اللي هو استسهال، همبرجر، بيتزا، مكرونات، وسهر والدنيا ملخبطه، شيبسي، ناتس، كل حاجه بتتاكل بترجع خاسس. بترجع خاسس. لا ما إلا انا بضحك عليك، انا الوحيد اللي ما يطبقش عليا الموضوع. مش موجوده يعني. والله. فدي صعبه قوي، نعمل ايه؟ طيب خلينا بس اقول حاجه انا معترض عليها من واحنا بنظبط فقرات الحلقه. مفيش حاجه اسمها رجيم صيف ورجيم شتاء. احنا كده برضو رجعنا للمبدا اللي انا ضده وهفضل احارب عليه طول ما انا شغاله. مفيش حاجة اسمها نظام مؤقت للنظام الصحي، هو نظام حياة. ولو ما عملتش دايت زي العماد وزي البنوتة وزي المصيف وزي الشتاء، احنا بنيجي الشتاء نقول الدنيا برد، قاعدين في البيت زهقانين، اصل وقت الكورونا، يعني العيد، انت اندلس، انت الموضوع ما بيخلصش. لو ما مشيناش انه اسلوب حياة وفهم احتياجات كل واحد فينا ايه، عمرنا ما هنعرف نخس. معلش يعني انا مش والله مش فزلكه ولا حاجه، انا بتخن زي بقيه البشريه، ورحت الساحل ورجعت كذا مره وقعدت كتير ما تخنتش. يعني ما بياكلوا قدامك همبرجر وحاجات كده، باكل وبصور ومفضوحه يعني. ما بتتخنيش ليه؟ لانك انا بصور، قصد يعني يمكن الناس بتعترض، بس عشان اقول لهم انا باكل عادي. لا، ما انا باكل قد ايه واكله ايه بقيه اليوم واكله كم مره، الحاجات دي بتفرق. ما انا لو كلت فطار غدا عشاء وفريسكا على بيتي فور على الايس كريم، خلاص بقى كده كل سنه. انا عندي ليكي خبر حزين، وهو ان للاسف وقتنا انتهى. ما لحقتش على فكره اقول اكلت ايه. يا دوب نشكرك على وجودك معانا النهارده، ولازم تنورينا برده مره ثانيه عشان حقيقي احنا النهارده ما لحقناش وعندنا ملفات كتير يعني حابين نتكلم فيها مع حضرتك بعد كده. نورتينا جدا يا دكتور، واحلى دكتور والله، يعني واستشاري تغذيه بجد، بننبسط انت معانا، وان شاء الله مره ثانيه، لان لسه في اسئله على فكره كتيره كانت مبعوثه، فيعني عايزين بقى وقت اطول ان شاء الله. باذن الله معاكم. يعني احنا كده بتهيألي خلاص ولا خلاص إيه؟ وبكره ان شاء الله حلقه جديده ويوم جديد مع 10 الصبح في الاهلي. صباح الفل عليكم.